في البدء خلق الله السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها، ومنذ فجر الخليقة نظر الجميع صفات الله وعرفوها. فكما يستلزم المبنى بناء، استدعت الخليقة خالقا، وإذ يشير التصميم البديع إلى مصمم موهوب، يكشف كوننا المذهل عن مجد خالق بارع. نحن مغمورون بمعجزات الله، وهذه العجائب تعلن الكثير عن خالقنا. فالخليقة تعطينا لمحة عن قوته وحكمته وعظمته ورعايته. الخليقة تتحدث إلى من يستمع إليها. أنا الدكتور جون ويتكومب، انضموا إلينا إذ نستعرض معا رسالة الخلق والوجدان ومجد الله. تتجلى قوة الله من خلال الخليقة، بدءاً من تفتح براعم النباتات في الربيع إلى تكون الحياة في الأحشاء. حيثما نظرنا لا تخفى علينا قوة الله الناشطة. هو يوجه النجوم في مسارها، هو يشكل الجبال الشامخة، هو يحفظ تتابع الفصول النافع، وفي يده حياة كل كائن حي. نحن موجودون في كون يشير إلى لزوم خالق، فللكون بداية لذا لابد من علة له، للطاقة في الكون بداية لذا لابد من علة لها. يقول البعض حسناً، إن سلمنا أن الله خلق الكون فمن خلق الله؟ الله أبدي. ليست لله بداية لذا لا ضرورة لعلة تثبته. قد نستصعب فهم هذا المبدأ، لكن الكائن الأبدي لا ينافي العقل، بل من اللاعقلاني أن يوجد أمر من العدم، فهذا يخترق السببية. سئل مؤيد شهير للتطور مرة ما هو مصدر الانفجار الكبير، فأجاب ببساطة: إن سألكم أحد يوما عن مصدر طاقة الكتلة اسألوه عن مصدر الله. وأظنه قال: أمرا أكثر مغزا مما أفتكر، لابد من طابع أبدي، فإما طاقة الكتلة أبدية أم الله أبدي. ثقفنا العلم الكثير بشأن طاقة الكتلة، لكن هذه من شأنها أن تستنفد، فمن غير المنطقي أن تكون طاقة الكتلة أبدية، بل من المنطقي أن يكون الله أبدياً. نقرأ في الفصل الأول من العبرانيين: السماوات أي الكون بأسره تبيد مع الزمن وكثوب عتيق تبلى، لكنك أنت يا رب تبقى إلى الأبد. يفيدنا الكتاب المقدس أن الله واحد، وهو خالق كل حياة وطاقة، هو يحرك بيده قوى الطبيعة ويوجهها. فمن منا لم يسمع هدير عاصفة ويتأمل بجبروت الله؟ تعد العواصف الرعدية دليلاً مدهشاً على عظمة الخالق، فعاصفة رعدية عادية تسكب عدة مئات الملايين من جالونات المياه، أي ما يعادل كمية المياه التي تتدفق فوق شلالات نياجرا كل 6 دقائق. والعاصفة نفسها تطلق 10 ملايين كيلوات ساعة من الطاقة، ما يعادل 20 كيلو طن من الرؤوس النووية. أما العواصف الرعدية الكبيرة والشديدة فقد تكون أكثر نشاطاً 10 مرات أو 100 مرة حتى. في أي لحظة قد تشب مئات العواصف في مكان ما حول العالم، ما يعادل حوالي 16 مليون عاصفة رعدية سنوياً.
يثير البرق المرافق أفقاً بأكمله، وقد تمتد الصاعقة أكثر من 8 كيلومترات في الطول، محملة بأكثر من 100 مليون فولت كهربائي، وترتفع حرارتها لتدنو من 28,000 درجة مئوية في جزء من الثانية، فهي أحر من سطح الشمس. كمعدل عام يضرب البرق الأرض 100 مرة كل ثانية، وعدة ملايين من الصواعق تضرب الأرض كل يوم. القوة الهائلة والسرعة المدهشة والوميض الساطع هي دلائل واضحة على جبروت خالقنا المهيب. العواصف الرعدية هي ظاهرة عجيبة في الجو، فهي مهيبة، هي جبارة، هي مخيفة، وهي تطلق كل أنواع الطاقة. فالعاصفة الرعدية تطلق كميات هائلة من الطاقة في الجو عبر تحركات عمودية. تساهم العواصف الرعدية على صعيد واسع في الدورة المائية. تقوم الدورة المائية على تبخر المياه من المحيطات، ثم يتراكم البخار فوق القارات ليتساقط مطراً وينساب في البحر. وتعتبر العواصف الرعدية جزءاً مهماً من الدورة المائية، إذ تحول بخار المياه إلى مطر يتساقط على الأرض. غالباً ما استخدم البرق والرعد في الكتاب المقدس رمزاً لغضب الله ضد الشعب المتمرد، لكن الجميع دهشوا بالجمال الأخاذ للبرق والعاصفة ورائحة الهواء النقي. والبرق نفسه يطلق غازين في الهواء، هما النيتروجين والهيدروجين كسماد طبيعي. متى انطلق البرق في الهواء؟ أطلق نيتروجين بشكل بخار الذي يتشربه الماء ليسقط ويسمد الأرض ويخصب محاصيلنا أيضاً. قبل 4,000 سنة تأمل أيوب بجبروت الله القدير بهذه الكلمات: يصر المياه في سحبه فلا يتمزق الغيم تحتها، بقوته يزعج البحر وبفهمه يسحق رهب. ها هذه أطراف طرقه وما أخفض الكلام الذي نسمعه منه. وأما رعد جبروته فمن يفهم؟ العواصف الرعدية والظواهر الطبيعية المشحونة بالطاقة تطرح سؤال: إن خلق الله هذا فكيف هو الله إذن؟ في حين قد لا نستوعب تماماً هذا الجبروت التراكمي، فعلى هذه الظواهر الجليلة أن تجعلنا نقف جميعنا هيبة أمام إلهنا العظيم. شمسنا ضخمة وإنتاجها من الطاقة هائل. تبلغ حرارة نواة الشمس 15 مليون درجة مئوية لاهبة، ورغم أن الشمس تبعد مسافة 150 مليون كيلومتر عن الأرض، فضوء الشمس هو مصدرنا الرئيسي للطاقة، وتنطلق بمعدل حوالي 5 مليارات كيلوغرامات من المادة في الثانية الواحدة، وهي ظاهرة تتكرر نهاراً وليلاً سنة بعد سنة. تحفل الطبيعة بأمثلة عديدة عن جبروت الله، فقد أوجد الكون بأسره بكلمة منه. يفيدنا المزمور 33 الآية 9 أن الله قال فكان، هو أمر فصار. وخير مثال هي النجمة الأقرب إلينا، أي الشمس، فالشمس تبعث طاقة في ثانية واحدة أكثر مما أنتجت البشرية منذ آدم وحواء. وتنتج الشمس طاقتها بفعل الالتحام النووي، فتحول الهيدروجين إلى هيليوم على صعيد واسع، وينطبق هذا على كل النجوم في مجرتنا درب التبانة. نقدر أن عدد النجوم يرتفع إلى 100 مليار، وما وراء هذه النجوم في الفضاء العميق توجد 100 مليار مجرة إضافية، فيستحيل على الواحد منا أن يدرك نوع الطاقة والقوة اللتين نتكلم عنهما، وهما خلقتا بكلمة من الله. تدفئ الشمس الأرض وهي تتحكم بكل أنظمة الطقس على الأرض، الأعاصير، الزوابع، العواصف الرعدية والرياح، كل هذه تحركها الطاقة الصادرة عن الشمس. والطاقة على الأرض تشكل واحداً من مليار من أصل كمية الطاقة الصادرة عن الشمس.
ولنكون فكرة وبمساعدة تقنيات الكمبيوتر، دعونا نسافر مع الأرض إلى الشمس بسرعة الضوء مضروبة بمئة. من هذا المنظور نقدر عظمة نجمتنا الخاصة، فقد تحتضن الشمس في داخلها أكثر من مليون أرض، غير أن شمسنا تعد نجمة عادية الحجم، وعدة نجوم في مجرتنا تفوقها حجماً. تعد أركتوروس رابع أسطع نجمة في سماء الليل، ورغم أنها تبعد عنا أكثر من 320 تريليون كيلومتر، فهذا العملاق البرتقالي يرى بالعين المجردة. وعندما نضع شمسنا بجانب نجمة أركتوروس ندرك عظمتها، فنجمة أركتوروس هي 100 مرة أسطع، بنصف قطر 20 مرة أكبر من نصف قطر الشمس. لكن حتى نجمة أركتوروس تبدو صغيرة بالمقارنة مع نجمة بيترجوس الماردة، فتتمتع هذه النجمة بنصف قطر يفوق نصف قطر شمسنا 600 مرة، وهي نجمة تميل للحمرة وتتلألأ 60,000 مرة أسطع من الشمس. لكن حتى نجمة بيترجوس ليست أكبر نجمة في مجرتنا، فالعديد من النجوم الحمراء العملاقة في مجرة درب التبانة هي أكبر بعد، إذ يبلغ نصف قطر البعض منها 1500 ضعف نصف قطر شمسنا. إحدى الظواهر في الخليقة التي تبين جبروت الله هي القوة التي تطلقها النجوم، فتصدر الشمس أكثر طاقة في ثانية واحدة، مما تنتج مليار مدينة كبيرة إن وجدت خلال سنة على الأرض. فيما تلزم الشمس ثانية واحدة وهناك نجوم أعظم من الشمس، هذه القوة صادرة عن مليارات النجوم في مجرتنا ومليارات النجوم في مجرات أخرى، ويصف الكتاب المقدس تكوين كل هذه الطاقة والقوة بعبارة واحدة: وعمل الله النجوم أيضا. عندما نفكر أن هذه النسب لا تمثل إلا جزءا بسيطا من جبروت خالقنا، نوافق كاتب المزمور عندما يدعو قائلا: لتخشى الرب كل الأرض. لا جدل أن النجوم تكشف أكثر من قوة خام، فمن دون نور الشمس لهلكت كل حياة على الأرض، وتنبسط طاقة الشمس التي تمنح الحياة تذكارا دائما على محبة خالقنا الثابتة، الله الذي يشع هبة نوره على الجميع. يحتوي الكون المنظور على أكثر من 100 مليار مجرة، وكل من هذه المجرات تتمتع بقطر بعرض ملايين تريليونات من الكيلومترات، وكل منها تضم مئات المليارات من النجوم. ورغم غموض المسألة، يقدر اليوم أن الكون يشتمل على أكثر من مليار تريليون نجمة. قبل زمن طويل من اختراع التلسكوب، أعلن الكتاب المقدس أن الإنسان سيعجز عن إحصاء النجوم لأنها كثيرة جداً، لكن الخالق يحصيها تحديداً، ويفيدنا المزمور 147 أنه يدعو كل نجمة باسمها حتى. ويجتمع الجبروت لتكوين كل من هذه النجوم، والحكمة للحفاظ على مساراتها النجمية والجمال المدهش الظاهر حول الكون للتأكيد على عظمة الخالق ورعايته. يقدر أن مجرتنا درب التبانة تضم أكثر من 100 مليار نجمة، ويقدر أن الكون يضم أكثر من 100 مليار مجرة، ويفيدنا الكتاب المقدس أنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرق الله عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا، ففكر كم إن الكون كبير مقارنة بالأرض التي هي بمثابة رأس دبوس. فكم يبلغ كبر كون الله؟
إذا ما سافرنا بسرعة الضوء، أي اجتزنا مسافة 300 ألف كيلومتر في الثانية، فسندور حول الأرض 7 مرات في ثانية واحدة. أما إذا أردنا أن نسافر حول الكون المعروف بسرعة الضوء، للزمتنا 28 مليار سنة أو أكثر. يقول معظم العلماء الفلكيين اليوم إن الكون يتمدد، ويتوافق قولهم هذا مع قول الكتاب المقدس: الله الباسط السماوات كشقة. يضم الكتاب المقدس بعض الأمثلة عن البصيرة العلمية، وأحد المراجع هو إشعياء 40:22، ويتكلم عن الله الباسط السماوات كخيمة أو كشقة. قيل كتبت الآية بنفس شعري، فعلينا أن نحذر، لكن 10 مواضع في الكتاب المقدس أقله تتحدث عن بسط السماوات هذا. وهذا أمر تبين في القرن 20 حين اكتشفنا أن كل المجرات تبدو وكأنها تبتعد إحداها عن الأخرى، كما لو أن الكون بأسره يتوسع ويتمدد مثلما يقول الكتاب المقدس. وهذا أمر ما كان الناس ليلحظوه في الأزمنة القديمة، إذ وجب أن يكشف لهم من فوق. بوسعها الهائل واشتمالها على مجرات مدهشة وسدم مذهلة، بحق فإن السماوات تحدث بمجد الله. ليس فقط قوى الطبيعة المرئية أو كوننا الفسيح اللذان يكشفان عظمة الله، بل يتضح أن كل مادة تشتمل على طاقة هائلة حتى أصغر ذرة. لندرس مثلا آخر عن جبروت الخالق المطلق. في القرن الأخير كشف العلماء عن الطاقة الهائلة الكامنة في كل مادة. تطلعنا نظرية نسبية المعروفة اليوم أن الطاقة الكامنة في أي مادة توازي كتلتها مضروبة بسرعة الضوء مربعة. أحد أهم اكتشافات القرن 20 كان اكتشاف نظرية النسبية، هذه المعادلة الصغيرة التي سمع بها معظم الناس لكنهم لم يعرفوا معناها، فهي تعني أن للطاقة كتلة، وتعني أن الطاقة تحوي كتلة. للطاقة وزن معين لو وضعناها على كفة ميزان، حتى الضوء الذي ينير هذه الغرفة لو وضعناه على كفة ميزان فسيزن قليلا. في القرن الماضي استكشف العلماء مبدأ الطاقة النووية، ويشمل هذا نظرية نسبية التي شهرها ألبرت أينشتاين، وفي المعادلة التي تختصرها توازي طاقة الكتلة أو المادة مضروبة بمربع سرعة الضوء. ما تعنيه هذه النظرية هو أنه يجوز أن نأخذ مادة أو كتلة ونحولها بالكامل إلى طاقة، فإذا أخذنا كتلة وسحقناها يصدر عنها ضوء وصوت وقوة وطاقة. وتعني النظرية أيضاً أننا إذا أخذنا قليلاً من الكتلة واستغلينا الطاقة فيها فقد نصنع أموراً مذهلة. ففي المعادلة التي تختصرها تبرز سرعة الضوء والتي هي هائلة بطبيعة الحال، ومربع سرعة الضوء يجعلها أكبر فأكبر، ما يظهر لنا أن حتى أصغر مقدار من كتلة ما يشتمل على مقدار هائل من الطاقة. ولندرك الطاقة الهائلة الكامنة في أي كتلة فلنتأمل بواقع أن المفاعلات النووية تحول جزءاً بسيطاً من مجمل كتلة وقودها إلى طاقة. وإن استطعنا أن نحول كل الكتلة إلى طاقة فستكون الحصيلة الناتجة هائلة. لنأخذ مثلاً، لو استطعنا أن نحول كتلة شجرة متوسطة الحجم إلى طاقة لبلغت القوة الناتجة 45 تريليون كيلوات ساعة. وعلى سبيل المقارنة، فالولايات المتحدة تولد حوالي 4 تريليونات كيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية في السنة. فلو حولت كتلة شجرة واحدة إلى طاقة واستغلت هذه الطاقة، فستزود هذه الولايات المتحدة كلها بأكثر من 10 سنوات من الطاقة الكهربائية. أو لمزيد من الإيضاح، فالطاقة الكامنة داخل حبة ملح واحدة قد تزود بيتاً كاملاً بالطاقة لأشهر عديدة. وفيما بقي على العلماء أن يتعلموا الكثير بعد عن الطاقة والكتلة والأمر الذي يجعل المادة متماسكة، فقد اكتشفوا أن الطاقة الكامنة في كل مادة هي هائلة بشكل غامض. يوضح لنا الكتاب المقدس أن الرب نفسه هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، وتشمل هذه كل ذرة وكل خلية وكل نجمة والكون بأكمله.
فبات مسلما به أن الله القدير خلق كونا يحتضن طاقة لا محدودة. لابد من أحد وليس شيئا، لأن الأشياء تزول بحسب قاعدة الديناميكا الحرارية الثانية. لابد من أحد لا بداية له أو نهاية، يتمتع بالقوة والمعرفة والحكمة والذكاء اللامتناهي المذهل ليرتب كل الأمور من الذرة وتنظيم الذرة إلى الكون وما إلى ذلك. عندما نعاين الأمثلة العديدة على جبروت الله نشعر بالوقار والرهبة في قلوبنا. يفيدنا الكتاب المقدس أن رأس الحكمة مخافة الرب، مخافة الرب بغض الشر، مخافة الرب للحياة. لذا فالتجاوب المناسب مع سلطان الله هو بأن نعبده ونلتمس رحمته وغفرانه لخطايانا. أعلن النبي إرميا قائلاً: أيها السيد الرب، ها إنك قد صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة، لا يعسر عليك شيء. تظهر الخليقة قدرة الله الكاملة، بل الأعظم بعد. وفيما اللعنة تطوف فوق الكون، ما زالت ملامح حكمة الخالق وجماله ومحبته ظاهرة. حيثما التفتنا تتجلى حكمة الرب أمامنا. أدرس خصائص الماء، فهذه الجزيئة الشيقة أساسية للحياة. لذا كسى إلهنا الكريم 4 أخماس سطح الأرض بالماء بشكل ينابيع وبحيرات وبحار، وصممت الماء بشكل مثالي لتساند حياة كل خلية ومخلوق، فهي بامتياز مذيبة ومبردة وناقلة. أو راقب عالم الحشرات، فكل من هذه المخلوقات المدهشة وهبت قدرات خلاقة تتخطى بأشواط أياً مما صنعه الإنسان. فمن الشيق إلى المعقد تعلن أعمال الخالق عن حكمته. قبل آلاف السنوات سأل الله أيوب: أدخلت إلى خزائن الثلج؟ ما كان لأي إنسان حي آنذاك أن يعرف تماماً بشأن خزائن الثلج، لكن مع اكتشاف المجهر استطعنا اليوم أن ندرك هذه البلورات المتقنة إدراكاً كاملاً. إنها بلورات ثلج حقيقية بلغت الأرض سليمة. تتشكل بلورات الثلج في السحب حيث يتكثف بخار الماء ويتبلور إلى جليد، وإذ تكبر البلورات تتكون هذه النماذج الاستثنائية بتعقيدها وتناسقها وجمالها، فرؤيتها تخطف الأنفاس. في المقابل فالثلج الذي يصنعه الإنسان لا يتمتع بتركيبة بلورات الثلج المتقنة مطلقاً. تتشكل بلورات الثلج من جزيئات مائية مذهلة، فكل ذرة أكسجين تحوي بعضاً من الشحنة السلبية، وتلتصق بها ذرتا هيدروجين تحويان شحنة إيجابية صغيرة، ما يبقي الطرفين متباعدين بدرجة 104.5 درجة. ومتى استقرت نقطة التجمد تبلغ الذرات فجأة النقطة حين تجمعها الجاذبية الكهربائية للشحنات الإيجابية والسلبية، هو ذا مصدر الطاقة. والله أعطى جزيئات الماء هذا الشكل، فجعلها تتراصف لتكون هذه البلورات الجميلة، كل منها فريدة وكل منها انعكاس لإبداع الله. كل يوم تسقط تريليونات كنوز الله الشفافة على الأرض لنكتشفها ونسر بها.
وكل كنز يتميز عن الآخر. أؤمن أن الله خلق هذا الشكل السداسي الأضلاع في جزيئة الماء المستقلة لكي تنسجم الجزيئات مع بعضها عندما تتصل إحداها مع الأخرى لتتخذ أشكالها. تتألف كل بلورة جليد مستقلة من ملايين جزيئات الماء، ورغم أنها تنسجم معا بشكل محدد فيما تتقولب، فبلورات الجليد المتساقطة من السحب على درجات حرارة مختلفة تتخذ أشكالا مختلفة، فكل بلورة ثلج تمتاز عن الأخرى. تتألف كل بلورة من أضلاع ستة وتكشف عن تصميم متناسق. بحق فإن خزائن الثلج موجودة كما أعلن الله قبل 4000 سنة. أهتم إلى مظهران متعلقان ببلورات الثلج. الأول هو جمالها، فتنظر إلى البلورات وترى كل هذه النماذج ذات الوجوه المسطحة والبنية الاستثنائية، فنجد أكثر من 100 نموذج أساسي وكلها جميلة. إنها ظاهرة تخبر عن الله، وهي تخبر أن الله يحب الجمال، وهو يحبني لأنه خلق هذا الجمال لأراه. والمظهر الثاني هو طريقة ترتيب بلورات الثلج، أي طريقة انسجام الجزيئات المستقلة، وانسجامها حسب هذا النموذج يؤكد مجدداً أن الله هو من صممه. وهناك مظهر روحي أيضاً، فكما تتمتع كل بلورة ثلج بنموذج فريد، هكذا كل إنسان، كل نفس هي فريدة وذات أهمية خاصة لدى ربنا. فمثلما تشكل يد الله المبدع بلورات الثلج بعناية ومحبة، هكذا أيضاً يعنى الله بتكوين كل إنسان ليعكس مجده. بالمقارنة مع سائر الخليقة، تبدو بلورات الثلج بسيطة، غير أن اهتمام المهندس العظيم حتى ببلورات الثلج التي لا تحصى والتي يشكلها كل يوم هو علامة واضحة على عنايته. لم يصمم الله بلورات الثلج فحسب، بل كل أنواع الجزيئات الأخرى وكل أنواع الأنظمة والعلاقات والعمليات التي لم نبدأ باستيعابها اليوم بعد. وهذا أحد أسباب كوني عالماً. يستهويني أن أحاول اكتشاف سير الأمور وعملها وأن أطبق المعادلات الرياضية عليها، لأنني أشعر وكأنني ألمس وجه الله. إن كانت جزيئات الماء البسيطة التي تشكل بلورات الثلج تكشف عن تركيبة رائعة، فتأملوا التصميم المبدع خلف الجزيئات الكبيرة المعقدة مثل الحمض النووي. يحوي الحمض النووي على مخطط كل حياة، وهو آلية تخزين المعلومات الأكثف المعروف في الكون. مثلاً، فحجم المعلومات الكامن في مقدار رأس دبوس من الحمض النووي قد يكفي لملء كومة من الكتب 500 مرة أعلى من هنا حتى القمر. والشفرة وتصميم برنامج نظام مذهل كهذا يشير إلى مصمم فائق الذكاء. البرهان الذي بالنسبة لي يثبت وجود الله هو الحمض النووي، والحمض النووي هو عبارة عن نظام تخزين معلومات هائل وفعال جدا. فالحمض النووي الذي تتكون منه جيناتنا هو بالحقيقة كتب معلومات تقرأ عبر نظام لغوي، ويعرف العلماء هذه اللغة اليوم كشفرة ابتكرها كيان ذكي. والمعلومات لا تصدر إلا عن المعلومات، فواقع أن أحدا لم يرى المادة يقتضي شفرة، وواقع أن أحدا لم يرى المادة يقتضي معلومات. وإذ نتأمل مليا بالحمض النووي، فهو يعلن لنا في البدء خلق الله الكون. ننشأ جميعنا من خلية واحدة بحجم النقطة في نهاية جملة، فكيف تعرف هذه الخلية كيف تشكل جسماً يتألف من 100 تريليون خلية ذات آلاف الأنواع المختلفة، وكل نوع بالغ التعقيد يعمل بحسب آليات كيميائية مجهرية تفوق إدراكنا، ومشفر بقي دليل الإرشادات، أي دليل الصانع الذي يفيدنا ببنية وعمل كل جزء من هذا الجسم المدهش الذي يتألف من 100 تريليون خلية. وأيضا الحمض النووي هو جزيئة ثلاثية الأبعاد تتوالد من نفسها، فكل جزيئة قادرة أن تنسخ نفسها بسرعة وفعالية.
حتى أن الرب قد برمج الحمض النووي ليرصد ويصحح أخطاء التناسخ. وهذه القدرات الدقيقة تفوق بأشواط وسائل الإنسان. خلق الله جزيئة الحمض النووي بشكل تصحح به نفسها، فهناك بروتينات خاصة تدعى الأنزيمات، وهي تجوب جزيئة الحمض النووي صعودا ونزولا بحثا عن مواضع الخلل لتصححها دقيقة بدقيقة وثانية بثانية. خلق الله فينا شفرة للحمض النووي تتمتع بأنزيمات من النوع التصحيحي، فتماما مثل ما يقرأ المحرر صحيفة أو كتابا بحثا عن الأخطاء، هكذا خلق الله أنزيمات خاصة تجوب جزيئة الحمض النووي صعودا ونزولا لتصحح الأخطاء بطرق شديدة التعقيد. في الخليقة أمثلة عدة تثبت وجود الله، وأحدها هو حمضنا النووي بذاته. فحمضنا النووي يحتفظ بمعلومات، وهناك مجال كامل من الدراسات العلمية يدعى علم المعلومات، والذي يدرس منشأ المعلومات وسبل انتقالها. وإحدى قواعد علم المعلومات تفيدنا أن المعلومات لا تنشأ بذاتها أبداً في المادة، ولا تنشأ عفوياً أبداً، فمتى تعقبنا أصل تناسخ المعلومات وجدنا أنه عبارة عن عقل. وبما أن الحمض النووي يحتضن معلومات مبدعة، نستنتج أنه ينشأ عن الذكاء ولم ينشأ عن ملايين السنوات من التغيرات والانتقاء الطبيعي، فهذا لا يجوز. لكن حتى جزيئة الحمض النووي بسيطة مقارنة بالخلايا، فكل حياة تقوم على خلايا، وكل خلية تعمل كمدينة مصغرة. وعندما تتأمل بأن الجسم البشري يتألف من تريليونات الخلايا التي تعمل معا كخلية واحدة، نقف بتواضع وهيبة أمام عناية خالقنا الشخصية بنا وحكمته الكاملة. كل بذرة هي معجزة مصغرة. لقد برمج الله بذرة السكوية البالغة الصغر لتصبح أكبر شجرة على وجه الأرض، فترتفع هذه حوالي 100 متر بالطول وتزن عدة أطنان. صمم الله بذرة التفاح المتواضعة لتنتج محصولاً من الفاكهة اللذيذة لسنوات إلى الأمام، كما صمم الله عدداً من البذور لتتفتح براعم مدهشة ووافرة. تأملوا بأنواع البذور العديدة، وكما ذكر سفر التكوين، فكل بذرة تنتج دائماً ثمراً كجنسها. ومثل ما شاء الرب، فالثمر ومنتجاته الثانوية وفرات الطعام والموارد التي يحتاجها الإنسان ومحيطه. في الفصل الأول من سفر التكوين قال الله: لتنبت الأرض نباتاً، عشباً يبزر بذراً، وشجراً مثمراً يحمل ثمراً، بزره فيه من صنفه على الأرض. وكان كذلك. إذن أوجد الخالق الحياة ومنحها قدرة التوالد كجنسها، فالنباتات تنتج ثمراً. وهذه إجابة أيهما كان أولاً، البذرة أم النبتة؟ فيتضح أن الله أوجد حياة النبتة في بذرتها نفسها. دعني أقول، البذور هي تحفة التصاميم المجهرية، فداخل كل بذرة يرقد طفل صغير، نبتة جنينية صغيرة، وهي تنعم مسبقاً بأوراق وساق وجذر تغلفها طبقة تحميها، وهي تحفل بكل أنواع المستقبلات التي تتلقى الإشارات البيئية، فتعرف الحرارة وظروف الرطوبة وكمية الأكسجين الموجودة. أولى البذور التي نجدها متحجرة تبدو تماماً مثل البذور التي نعرفها اليوم. البذرة هي أول بنية تناسلية أبدعها الله في اليوم الثالث من الخلق، ومنها تكاثرت المخلوقات الحية مذ ذاك بحسب جنسها. اكتشف العلماء اليوم ما قصده الكتاب المقدس، فداخل البذرة المتواضعة تكمن الحياة نفسها، ففي داخلها خلايا حية، وهي مصانع ضئيلة بالغة التعقيد. لم يستطع أي عالم أن يكون بذرة صناعية، وما من بذرة بسيطة التكوين، بل برمجت البذور لتبقى خاملة حتى يتوافر الماء والدفء. فمن وضع فيها هذه القدرة على مراقبة الحرارة والرطوبة؟ من حدد الوقت المناسب لتفرخ البذرة؟ من قال للجذر عليك بالامتداد نزولاً، وللساق عليك بالتفرع صعوداً؟
هل ترون يد خالقنا المملوء محبة؟ فلكي تنبت وتنمو تلزم البذور مغذيات ملائمة للتربة وخصائص مثالية في الماء وتواتر طيف الضوء المؤاتي والجو المناسب واللقاح اللازم. على كل هذا أن تجتمع منذ البدء لكي تنتج البذور محصولا من البركات للبشرية. كم سيكون العالم مغماً من دون النباتات المزهرة؟ من بذرة بسيطة إلى برعم جميل تعكس الأزهار بعضاً من عظمة الله. تنمو تشكيلة رائعة من النباتات المزهرة حول الكرة الأرضية، وكل نبتة تزدان بفرادة زهرتها وثمرتها وأريجها. وإذ يتفتح البرعم يملأ أريجه الجو، فكر أن كل زهرة تعطر الجو بعبيرها المتميز. والأكثر عجباً هو أن الله يستخدم العناصر نفسها، أي التربة والضوء والماء، لينتج كل هذه الأنواع المتألقة. يلفت انتباهنا أن بعض الأزهار صممت لتطلعنا على الوقت، فخشخاش كاليفورنيا واللبلاب وزنبق النهار هي أمثلة ثلاثة جميلة. فهذه تتفتح وتطبق بدقة الساعة، وهي حساسة تجاه الضغط الجوي وطول ضوء النهار والحرارة والرطوبة، لذا لابد أنها تتضمن نظاماً بيولوجياً. كل ورقة نبتة هي أعجوبة بذراتها، فقبل أن يكتشف الإنسان كيفية استغلال الطاقة الشمسية، وضع الخالق صفائح شمسية مصغرة في كل ورقة خضراء. وقد برمجت الورقة لدى نموها لتواجه الشمس حتى تستمد طاقتها منها، لتشغل هذه الطاقة معاملها الكيميائية. ونتيجة لذلك يمتص ثاني أكسيد الكربون ويطلق الأكسجين، ويستخدم الهيدروجين في صناعة السكريات. فيا لإبداع ربنا بأن يصمم الأوراق لتمتص الغاز الذي يستهلكه الإنسان وتطلق الأكسجين الذي يحتاجه كل مخلوق للبقاء. التركيب الضوئي هو أيضاً أساس احتياطنا من الغذاء. لحسن الحظ فأعداد لا تحصى من مكائن الله الصغيرة الخضراء تؤدي هذه الخدمة كل يوم. تعد النباتات المزهرة خير شهادة على تدبير الله، فهي ليست أساسية لناحية توفير الغذاء والدواء وجوانب متنوعة أخرى من الحياة نعرفها، لكننا ما كنا لنوجد ببساطة لون النباتات المزهرة. ويرتبط هذا المبدأ بفصيلة كبيرة من الحيوانات تدعى بالمفصلية، وأحدى مجموعات الحيوانات المفصلية هذه هي الحشرات، وهي تحتاج إلى النباتات، وتحتاج النباتات بدورها إلى الحشرات لتلقحها وتبقيها خصبة سنة بعد سنة. يفيدنا التكوين 2-9 أن الله خلق النباتات الخضراء شهية للنظر وجيدة للأكل. تستخدم النباتات عملية التركيب الضوئي المذهلة لتحبس طاقة من الشمس ولتجمع جزيئات ثاني أكسيد الكربون من الهواء وجزيئات الماء من التربة، ولتنتج جزيئات السكر التي هي حجر الأساس لكل فئات الغذاء الأخرى. من أين تأتي النباتات بثاني أكسيد الكربون؟ نحن نسفره، فتسفر الحيوانات ثاني أكسيد الكربون لتمتص النباتات ثاني أكسيد الكربون ذاك، وهي تمتص الماء وتطلق الأكسجين من جزيئات الماء حتى نتنشقه ونحرق السكر لننتج ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه النباتات لإنتاج مزيد من السكر. فلتدرك أن على هذه الأدوار كلها أن تنسجم معا في الوقت نفسه. فمتى درسنا قصة الخلق ندرك أن الله خلق النباتات والحيوانات والناس وكل ملامح الكون الحسية لتتكامل معا حسب نموذج معقد يعكس مجده. غذاء وأكسجين ودواء ووقود ومواد خام، لا شك أن الرب صمم النباتات لمنفعتنا. فتنوع النباتات المزهرة الغني وفوائدها العديدة يشيران إلى خالق حكيم ورؤوف. ورغم بهائها لدى تفتحها، فسرعان ما يبهت تألق الزهرة.
يشبه الكتاب المقدس حياة الإنسان على الأرض إلى زهرة، فهي سرعان ما تزول. لذا من المهم لكل واحد منا أن ينشد الحياة الأبدية اليوم. وقال الله: فلتحفل المياه بوفرة من المخلوقات الحية، ولتحلق الطيور فوق الأرض. إذا خلق الله كل كائن حي يتحرك، ورأى الله أن هذا حسن. نقرأ في سفر التكوين أن الله خلق كل شيء حسنا جدا، ورغم أن الخطيئة قد أساءت للخليقة، فالأسماك والطيور وجميع المخلوقات ما زالت تشهد على صلاح الله وحكمته. فلنحول اهتمامنا الآن إلى مخلوقات الرب المذهلة. تعيش في مياه العالم مخلوقات أكثر دهشة مما قد يتصور الإنسان. فيشير تنوع أهل المحيط المتقن إلى إبداع خالقنا العظيم اللامحدود. وقد وهب كل مخلوق بحري وظيفة استثنائية. فزود الله الأخطبوط بنظام دفع نفاث وتقنية التصاق وتمويه ذاتي الانضباط يفقان بأشواط أيا من تصاميم الإنسان. راقب فيما يتنكر هذا الأخطبوط العملاق بصخرة مغطاة بالطحالب، فلونه وشكله وقوامه كلها تبدلت في لحظة. الحبار عن اليسار ذكر: هو يتلون في جانب منه باللون البني المحمر توددا للأنثى، فيما يتلون بالتزامن في جانبه الآخر باللون الأبيض استبعادا للذكور المنافسين. ومتى بدل موقعه تغيرت ألوانه أيضا، فيدل نظام الإرسال المزدوج هذا على تفوق الله الهندسي. وتكشف علاقات التعايش ما تحت الماء عن فطنة كاملة في التصميم. فشقائق نعمان البحر سامة، غير أن الله سمح لبعض الأسماك أن تتعايش بأمان معها. على سبيل المثال، فسمكة شقائق النعمان وهبت مناعة ضد سم شقائق النعمان، وهذه ليست هبة موروثة، إذ قد تكون الأجيال السابقة قتلت وأبيدت قبل أن تطور مناعة نافعة. ما زالت تحركات قطيع بعض الأسماك قيد البحث، فقدرة الأسماك على الوثب بتحركات متزامنة تحكي عن يد المرشد الأعظم القديرة. ونفيت فصائل مختلفة من الأسماك لتعيش على مستويات معينة من أعماق المحيط، والفضل في هذه القدرة يعود إلى مثانة هواء صممت خصيصاً لتفرز غازات في مجرى الدم وتعدل الضغط محافظة على التوازن، ما يسمح للسمكة بأن تستمر في مختلف ضغوط الماء ضمن نطاق حدده الخالق. واحد من المخلوقات البحرية المفضلة لدي هو النوتي اللؤلؤي أو النوتي المجوف. هذه صدفة كتلك التي قد نجدها في متجر فلوريدا للأصداف، ومتى قطعناها في الوسط، واو، نكتشف كل هذه التجويف الصغيرة في داخلها. الحيوان الذي يعيش في التجويف الأخير هنا هو حبار أساساً، فهو يمتلك مجسات صغيرة عديدة تتفرع إلى الأمام وتسمح له بأن يضبط قابلية الطفو لديه مثل الغواصة. وفي داخل هذا الحبار الرائع يوجد دماغ، ويوجد عين ترى العالم مثل ما نراه، كما يوجد جهاز هضم وغدة لعابية وغدة بانكرياس، كما نجد ثلاثة قلوب مختلفة وهي معقدة في داخلها مثل قلوبنا. ومع ذلك فمتحجرات هذا النوع من المخلوقات هي من أوائل المتحجرات التي وجدت، والتعقيد المبدئي هو شهادة رائعة على إبداع الله. عندما أنظر إلى مخلوقات البحر التي خلقها الله أركز على الأسماك تحديداً، فهي مخلوقات مذهلة، بدءاً من كفاءتها الإنسبية، فهي قد صممت لتستمد الأكسجين من الماء بطريقة فعالة جداً، وهي صممت بجمالية عالية تمتع العين، وهي تشكل غذاء بكميات كبيرة للإنسان. لطالما كانت السمكة سمكة حسب المتحجرات المتوافرة. نعم، لا شك أن السمكة هي من أروع مخلوقات الله.
إن تعقيد المخلوقات البحرية البارز وتنوعها وجمالها تصرخ كلها: فنان مبدع خلق كل الأشياء لرضاه. تعد الطيور من بين المخلوقات الأكثر جاذبية على الأرض، فنحن نعجب أمام ألوانها الخلابة وأشكالها الشيقة وقدرتها على الطيران برشاقة وسهولة. طيلة قرون حاول الإنسان أن يقلد الطير في طيرانه، وكان في القرن العشرين أن نجح في التحكم بطيرانه حتى يومنا هذا. ولتطوير حركية الطائرة الهوائية لا يكف الإنسان يرجع إلى تصميم الله المذهل للطيور. تأملوا ببعض سمات تصميم الخالق. فعظام الطير خفيفة الوزن وهي مجوفة عمليا، وتسندها من الداخل دعامات وشبه أقراص العسل مزدانة بأكياس هواء. وقد صممت هذه العظام الخفيفة الوزن بشكل مثالي للطيران، فيزن ريش الطير عادة أكثر من هيكله العظمي بكاملة. حتى منقاره صمم خفيف الوزن، وهو يتكون من قرن خفيف بدلا من عظمة ثقيلة. كما تتمتع الطيور بمجموعتين متينتين من عضلات الصدر، مجموعة كبيرة لضبط خفقة الجناحين نزولا، ومجموعة أصغر لضبط خفقة الجناحين صعودا، ووحدها الطيور قد وهبت ريشا. يقي الريش الطير من حماوة الشمس ويحميه من البرد، ويعزل جسمه عن الماء، ويؤلف جناحا وذيلا زائدين ضروريين للطيران. تتصل كل ريشة بعصب وتتحكم بها عضلة، وهذا التحكم العضلي الدقيق يساعد الطير على التوازن في الهواء والانطلاق والكبح عند الهبوط على الأرض. الطيور هي مخلوقات مذهلة جدا، وهي جد معروفة لريشها طبعا، والذي هو عبارة عن تحفة تجمع القوة إلى الخفة. فتتمتع الطيور بنظام مصغر من الصنارات هو أشبه بنظام السحاب في الخياطة، والذي يجمع معا الريش الصغير الذي يتفرع عن العمود الرئيسي. وبالاستعانة بمنقاره قد يحكم الطير السحاب أو يفكه فيما يزيت ريشه. وكل ريشة على طول الجناح تختلف قليلا من حيث حجمها وشكلها بالتناسق مع باقي الريش، فلا يجوز على الإطلاق أن يكون الريش وليد الوقت والصدفة. الريش معجزة وتحفة ومثال عجيب على الخلق. العنصر الأساسي الآخر في تحليق الطير هي الأكياس المملوءة هواء، والتي ترقد بين أعضاء الطير، وتتصل أكياس الهواء لدى الطير برئتيه، فيجري الهواء عبرهما خلال طيرانه. وهذا التدبير يغذي سريعا أنسجة جسم الطير بالأكسجين المنعش، فيما يحافظ على خفته في الهواء. كل الطيور مذهلة، فهي تتمتع بجهاز تنفس لم يمنح لأي مخلوق آخر. فرئة الطير هي عبارة عن نظام مزدوج خاص يسمح بتزويد الهواء بالأكسجين في الشهيق والزفير. وعلى خلاف رئتين أو رئتي أي مخلوق آخر، تتمتع رئتا الطير بأبواب خلفية، وهي سمة بغاية الأهمية. فتجويف الصدر لدى الطيور لا يتغير شكله متى تنفست. فمتى رأيت طيرا غطى لتوه بعدما هاجر مجتازا 1000 كيلومتر، هل ترى صدره يرتفع فيما يتنفس؟ كلا، فصدره ثابت مهما كان الطيران شاقا. فكيف تتنفس الطيور؟ يتضح لنا أن الهواء يجري داخل الطير تماما مثل المنفاخ بالنسبة للنار، وأكياس الهواء هذه بين العضلات تجعل الهواء يجري فيما يطير الطير أو يمشي. فكم أبدع الله عندما خلق الطيور. معجزات الهندسة هذا إضافة إلى الطيران المتقن يشيران إلى تكوين الطيور المثالي. واحدة من سمات الطيور هي قدرتها على الهجرة لمسافات طويلة. فخطاف البحر القطبي يرتحل من مناطق مجاورة للقطب الشمالي
نزولا إلى القطب الجنوبي والعكس بالعكس كل سنة. سمحت الطائرة للناس أن يقوموا بالرحلة نفسها اليوم. ادخلوا قمرة القيادة في طائرة ولاحظوا كم المفاتيح والكبسات والرافعات وأزرار التحكم. كما تحتاج الطائرة إلى مراقبة من الأرض ترشد الطيار في وجهته. أما الطير فخزنت كل هذه المعلومات في جزء صغير من دماغه. فإذا شبه أحد دماغك إلى دماغ طائر فاشكره. جهز الرب كل طير بتجهيز فريد ليؤدي دوره في الحياة، فتتولى كل فصيلة من الطيور مجال حراسة معين في خدمة الإنسان، فتأكل العديد منها الحشرات، فيما تتغذى أخرى من الأسماك النافقة. طائر البرقش هو من أكلة الأعشاب الضارة، والبومة والصقر يحدان من تزايد القوارض، وينظف طائر الطيطو الشواطئ، فيما يحافظ طير الماء على التوازن اللازم بين الأسماك، ويقتات المالك الحزين من الضفادع والأفاعي. بحركاته الرشيقة وقدراته المذهلة في الطيران ووظائفه العملية، يشهد كل طير على حكمة الله ومحبته. وإذ يزود الله الطيور بالقوت عجائبياً، تذكر أن يسوع يؤكد لنا أننا أفضل من عصافير كثيرة. الطائر الطنان يدهش برشاقته وحسنه. إنه أصغر الطيور، ويدعى الطنان للطنين الذي تصدره خفقات جناحيه السريعة. هو يندفع كالسهم من زهرة إلى زهرة ويتسمر في الجو. أتى يمتص الرحيق العذب. إنه الأمثل لهذه المهمة بفضل تكوينه الرائع. لقد أبدعه الله بجسم صغير يتيح له التحليق بسهولة حول الأزهار، وبمنقار طويل أشبه بالإبرة يدخله عميقا في الزهرة، وبلسان مميز مثلي لاستخراج الرحيق. والله أبدعه بجناحين قويين للغاية وبنية عظمية متينة، لذلك يستطيع الطائر التسمر في الجو وحتى التحليق إلى الوراء والجنب بسهولة. طبعا على مقومات الطائر الطنان، أي منقاره الطويل ولسانه المميز ورفرفة جناحيه السريعة الفريدة، أن تعمل كلها بتناغم من البداية حتى يتمكن الطائر من جمع غذائه فيعيش، في حين أن أجنحة معظم الطيور تنثني عند الكتف والمرفق والمعصم، يستعين الطائر الطنان أساساً بالكتف، فيحلق مباشرة إلى أعلى كالطائرة المروحية، والخالق كونه تكويناً يتيح له الدوران في الاتجاهات كلها. الطائر الطنان أكثر فعالية وأشد رشاقة من أي آلة طائرة صنعها الإنسان. للطائر الطنان قدرات استثنائية. عندما يحوم يخفق جناحاه 50 مرة بالثانية، وعندما يحلق مسرعا إلى الأمام يخفقان 80 مرة بالثانية، أما قلبه فيخفق 21 مرة بالثانية نفسها. يتمتع هذا الطائر البالغ الصغر بمعدل أيض يفوق التصور. فضربات قلبه سريعة إلى حد يمكن فيه سماعها، وهذه الطيور الطنانة السريعة تستطيع أن تهاجر مجتازة مئات الكيلومترات، وهي أيضا تخزن الغذاء لرحلتها هذه. وأي خطأ بجزء من 100 جرام من الغذاء قد يكلفها حياتها أثناء هذه الرحلة. يكفي أن نتأمل في الطيور وحدها لنحصل على برهان قاطع بوجود خالق عجيب. عش الطائر الطنان تحفة فنية، والأنثى هي الفنانة وراء هذه التحفة. تبني عشها بوبر نبات الخنشار ووبر الهندباء البرية ولباد نباتات أخرى،
وتزين العش من الخارج بنبات الحزاز وتمكنه بخيوط العنكبوت. أما الداخل فتبطنه بأنعم ريش يتوافر لها. لا أحد يعلم الأنثى فن بناء العش، الله أنعم عليها بهذه الموهبة. ما من طير في مملكة الطيور ينافس الطائر الطنان بالذكر بألوان ريشه، الطائر الطنان الخلاب، والطائر الطنان العريض الذيل، والطائر الطنان ذات الحلق الأزرق، والطائر الطنان من فصيلة كوستا، هي فصائل من بين أكثر من 300 فصيلة من الطيور الطنانة المذهلة. تعود الألوان القزحية في الحنجرة والرأس إلى انكسار الضوء لا الأصباغ، فغالبا ما تبدو هذه المناطق داكنة اللون ضاربة إلى السواد، ولكن عند النظر من الزاوية الملائمة تشع الألوان القزحية من الداخل. كل ما يميز هذه الطيور المذهلة يشهد على تدبير الخالق العظيم. هل فضل الخالق المملوء محبة الطائر الطنان على غيره من المخلوقات؟ لا، محبته الخالصة تطال المخلوقات جميعها. إذا ما تأملنا في أي مخلوق، أشرق علينا مجد الرب في كل حين. حوالي 18,000 جنس من الفراشات يزين كوكبنا. يعود تلون أجنحة الفراشات الجميلة إلى ملايين القشور الرقيقة المتناهية الصغر. تعمل هذه القشور الدقيقة كبلورات فوتونية حيوية تعكس طولا موجيا معينا من الضوء، فتتشكل هذه الألوان اللامعة. الأشكال الرائعة والألوان الجميلة تحكي لنا عن خالق حكيم وعطوف. أكثر ما يذهلني في الفراشات هي ألوانها القزحية الجميلة. تأملوا مثلا الفراشات الزرقاء، تتمتع هذه الفراشات بلون أزرق قزحي جميل، ولكن حينما درس علماء الأحياء قشور الفراشات الرقيقة منذ عقود عديدة لم يعثروا على أي خلايا صبغية، بل عثروا على تركيبات فوتونية حيوية. وجدوا تركيبات صممها الخالق لتمتص طولا موجيا معينا من الضوء الأبيض، وتعكس إلى الناظر فقط الطول الموجي من الضوء الذي يدخل ضمن اللون البنفسجي الضارب إلى زرقة. وباستعمال مجهر إلكتروني وجدنا أن الجناح يحوي تركيبات تضم تلوينات لا تتعدى جزءاً ضئيلاً جداً من المليمتر، وهي شهادة رائعة على ما أبدع الله. كل فراشة تمر بمرحلة تبدل مذهلة في عمرها، فالحشرة تبدأ حياتها كبيضة وتصبح يرقانة زاحفة ثم خادرة. أثناء هذه المرحلة تأخذ اليرقانة بالاهتزاز بارتعاشات إيقاعية فتمزق قشرتها الخارجية، وسرعان ما تتخلص من قوائمها وتخلع غلاف رأسها لتصبح فيلجة. وفي اليوم الأول تتحول أعضاء اليرقانة إلى سائل لزج، وبعد أسبوع أو أسبوعين تخرج بشكل عجائبي فراشة مجنحة منمقة التكوين. وهذا التحول يستغرق أياما قليلة لا ملايين السنين. للفراشة البالغة 6 قوائم منفصلة ومجسات وأنبوب تغذية متخصص وعينان مركبتان مدهشتان وأعضاء تناسلية معقدة وأربعة أجنحة مزخرفة. لا تتمتع اليرقان بأي من هذه السمات. من الواضح أن الخالق وضع هذه السمات الجينية لكل تلك المراحل في الحشرة منذ البدء.
عندما تتحول الفراشة من يرقانة فخديرة ففراشة تنتقل من تصميم إلى تصميم آخر مختلف. فالتصميم الأول مخصص لليرقانة وهو المرحلة الأولى. تدب اليرقانة على ظهر ورقة وتقطات طوال اليوم فيزداد حجمها بحوالي 250 مرة، ثم تتحول فتخرج بتصميم مختلف تماماً. ماذا صممت الفراشة لتفعل؟ صممت لتطير طبعاً، أما اليرقانة فلا تطير. صممت الفراشة لترشف الرحيق من الأزهار وتلقح الأزهار في الوقت نفسه. صممت لتتكاثر وصممت لتكون قادرة على الهجرة من بلد إلى آخر واجتياز آلاف الكيلومترات في بعض الأحيان. إذن صممت الفراشة على عكس اليرقانة لتقوم بوظائف محددة: تقطات، تنمو وتلقح وتتكاثر. قبل آلاف السنين أعلن الكتاب المقدس ما لطالما عرفه الجميع، فنقرأ في سفر أيوب الفصل 12 مثلا: فاسأل البهائم فتعلمك، وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك ويحدثك سمك البحر. من لا يعلم من كل هؤلاء أن يد الرب صنعت هذا؟ ما تتأملنا بالبرهان الذي نراه والمخلوقات المتنوعة التي أوجدت، يتضح لنا من خلال الكتاب المقدس أن كل الدلائل تشير إلى حقيقة وجود خالق صنع الأشياء. زودنا خالقنا العظيم بأمثال لا تحصى عن حكمته اللامتناهية، فوظائف مخلوقات الله وتصميمها البديع يفقان تصورنا ويدعياننا إلى الشكر والعبادة بلا انقطاع. فيما تعكس كل الخليقة سمات من طبع الله، فوحده الإنسان خلق على صورة الله. للإنسان امتيازات جسدية، عقله هو غاية في التعقيد، ويداه قادرتان أن تنجزا عملا دقيقا، ووضعيته مستقيمة. لا بل يتفرد الإنسان بطبيعته الروحية. يفيدنا الكتاب المقدس أن الله روح، ورغم أن البشر قد أفسدتهم الخطيئة، فطبيعة الإنسان الروحية ما زالت تحتفظ ببصمة من طبع الخالق. يتمتع الإنسان بإرادة حرة، ويعرف الفرق ما بين الخير والشر، ووحدهم البشر هم الذين أصبحوا علماء، موسيقيين، أنبياء وشعراء. صمم الإنسان بسمات جسدية مذهلة. على سبيل المثال، فالعين البشرية تتحرك حوالي 100,000 مرة كل يوم بتركيز آلي، وهي قد تتلقى مليون رسالة ونصف في الوقت نفسه. كما تنظف العين ذاتها بواسطة مساحات طبيعية وسائل منظف، وتتمتع العين بالقدرة الباهرة على شفاء نفسها. وأيضاً صمم الله العين البشرية بشكل يجعلها تميز ملايين الألوان، وعقله ليقدر تنوع الجمال الغني الذي يتجلى في الخليقة. معظم الناس لا يعرفون أن العين هي جزء من العقل، فهي امتداد للبرعم في الجنين الذي يولد العقل، فتتشكل فتحة صغيرة في الجلد وهي تدعى قرنية العين، وتأتي مقلة العين لتتمركز هناك حيث تتشكل الفتحة في الجلد حين تنظر من خلالها، وترى المقلة الضوء حتى نطاق يتراوح من حوالي 10 مليارات إلى 1، فترى العين أسطع الأشياء كمنظر ثلج مغمور بالشمس، حتى أصغر الأشياء كفوتون ضوئي 1، وهو أصغر وحدات الضوء إطلاقا. وحيثما نظرنا يتضح أن التركيز آلي، فتنظر العينان في الاتجاه نفسه حيثما التفتنا، كشخص يحمل زوجا من المسدسات، وحيثما صوب تحدث الرصاصتان ثقبا واحدا وذلك في آن معا. وهذا ما تفعله العينان، حيثما نظرنهما تميلان إلى النقطة نفسها، فلو فرقت الواحدة عن الأخرى درجة واحدة فقط لازدوجت رؤيتنا.
إذا نرى من حولنا البرهان الدامغ على عمل يدي الله، ومتى أنكر الإنسان هذا فهو بلا عذر، كما يطلعنا رومي الفصل 1 الآية 20. والأكثر تحديا للعقل هو أن الرب أبدع كل حواس الإنسان لتتكامل فيما بينها. فعندما نرى الطعام تهدر معداتنا ويسيل اللعاب من أفواهنا، وعندما نسمع صوت صديق قديم تثب قلوبنا فرحا، ورائحة إحدى طبخات الجدة قد تستحضر ذكريات من السنوات الماضية. لكن ما تعقيد أجسادنا مقارنة بطبيعتنا الروحية؟ فالإنسان مدرك لنفسه وهو قادر أن يتأمل بنفسه. خلق الإنسان كائنا عقلانيا، وهب وظيفة العقل والقدرة على التعلم، وهب الإنسان الطاقة على تذكر الخبرات الماضية، وذاكرته تمكنه أن يتأمل بصلاح الله. بحسب سفر التكوين خلق الإنسان على صورة الله، ما يعني أنه يتمتع بصفات وقدرات منحه إياها الله. عندما نقرأ التكوين الفصل 4 أي أحداث ما بعد الطوفان تتضح لنا هذه القدرات والمؤهلات. مثلا استطاع الإنسان أن يبني مدنا، أن يبتكر الآلات الموسيقية، ألم بعلم المعادن، فهم الزراعة، كتب الشعر والأدب. كما زود الإنسان بعنصر روحي، فللإنسان الإرادة الحرة ليختار وضمير. لذا ميز الله الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى. الفوارق عديدة بين البشر والحيوانات، ويتبادر إلى ذهني مرجع كتابي هو الجامعة الفصل 3 الآية 11. تقول الآية: إننا مميزون وإن الله جعل الأبدية في قلوبنا، أي إننا ندرك التاريخ بماضيه وحاضره ومستقبله، ونختلف بذلك عن الحيوانات التي تعيش اليوم، فنحن مخلوقات مميزة. هبة أخرى منحها الخالق للإنسان هي العاطفة، فهي تمنحه اللون والغنى والمشاعر والقدرة على الفرح والضحك. وحده الإنسان من بين جميع مخلوقات الأرض يستطيع أن يقدر سيمفونية ملهمة أو يبتهج بجمال مغيب الشمس. ووحده الإنسان هو كائن أخلاقي حر ومسؤول تجاه الله والمجتمع. والتفسير الوحيد لتعليل الأخلاقية لدى الإنسان هو الواقع المذكور في الكتاب المقدس بأن الإنسان خلق على صورة الله، لذا جعل مثل الله كائنا معنويا. إلى جانب قدرته وحكمته المطلقتين، يفيدنا الكتاب أن الله كلي القداسة، فهو يفعل الصواب دوما. الله لا يكذب، الله لا يخطئ، وهو أمين وصادق دائما. كيف نعرف أن الله عادل؟ يطلعنا الكتاب أن الرب كتب ناموسه على كل قلب. طبيعته المقدسة كشفت لكل إنسان من خلال الضمير. الضمير هو هبة الله لنعرف الصواب من الخطأ، وبالتالي يدرك الإنسان أن خالقه هو معا واضع الناموس والديان. أنا، هل تملكين ضميرا؟ أؤمن أنني أملك ضميرا. هل تؤمن أن لجميع الناس ضمائر؟ بالتأكيد. هل تملكين ضميرا؟ نعم. وما هو مصدره؟ لا أعرف. يوضح الكتاب المقدس أن معرفة الله كتبت على قلوبنا، حتى معرفة الصواب والخطأ. هل كذبت يوما؟ نعم. ماذا أصبحت إذن؟ كذابا. كذابا. هل سرقت يوما؟ نعم. ماذا أصبحت إذن؟ سارقا. سارقا. فلنفترض أنك في متجر، في دكان ما يحوي غرضا تحتاجه بالفعل، وها أنت أمامه ولا أحد يراقبه، فتقول في نفسك: لم أحضر محفظتي، فتتناوله وتدسه في جيبك، ثم تمضي دون أن يسألك أو يحاسبك أحد. بما تفكر في داخلك عندما تخلد إلى فراشك؟ بما تفكر؟ الجميع قد راودتهم أفكار مؤنبة في رؤوسهم،
لقد سرقت. هو ذا الضمير. هل أطعت دائما الضمير الذي منحك إياه الله؟ كلا كلا. الله خالقكما منحكما حاسة الذوق وبصرا وكل عطية صالحة، فهل استخدمتما اسمه قط للشتيمة؟ نعم أنا فعلت. قال يسوع: سمعتم أنه قيل لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فهل نظرت إلى امرأة واشتهيتها؟ نعم. إذن خرقت هذه الوصية. نعم. قال الله إنه كتب ناموسه على ضمير كل إنسان، لذا جميعهم بلا عذر، كل منا يعرف أنه خاطئ وأنه خرق شرائع الله وأنه ارتكب سوءا. لنا القدرة أن نميز الصواب من الخطأ، فإن كنا نحن نعرف الصواب فالله يعرفه كذلك، فهو المثال الأسمى على الأخلاقية. الأخلاقية نعم. الصالحة والفاضلة. وإلا كيف نميز بين الصواب نعم. والخطأ؟ وهذا مدهش. واقع أن كل إنسان يميز الصواب من الخطأ. حسنا. ماذا يطلعنا على طبع الله وطبيعته؟ بأنه عادل. إن شاء الله أن يدين بحسب مقاييس القداسة فستكون مذنبا أو بريئا. مذنبا. وإن وجدت مذنبا بالتجديف والكذب والسرقة في يوم الدينونة، فهل يرسلك الله إلى السماء أو الجحيم وفق الوصايا العشرة؟ سأذهب حتما إلى الجحيم. هل سنواجه الديان الأعظم؟ نعم سنفعل، وبطبيعة الحال سنكون مذنبين مهما فعلنا. يطلعني الضمير أن أحدا ما سيحاسبني وهو خالقي، وأنا أعرف أنني لم أكن عند ظنه بي. هل استخدمت اسم الله للشتيمة قط؟ نعم. هل تذكر مرة أن نبك فيها ضميرك؟ أمر فعلته في الماضي حذرك؟ ألن لا تفعل هذا؟ ما كان يجدر بك ذلك؟ نعم. إن كنت تتذكر هذا، أتعتقد أن خالقنا يتذكره؟ نعم. هل ضميرنا يطلعنا أننا نحتاج إلى مخلص؟ نعم. نحن نعرف أن الله يحبنا ويهتم بنا شخصياً، لكن عدالته صارمة ولا يجوز غير ذلك، فلا يجوز أن نجعله يغير شرائعه، فهو الوحيد الذي وضع ضميرا في داخلنا، هو الله الذي نختبره من خلال ضمائرنا. رغم أن الخليقة تظهر عجائب الله، فهي تعرض لرسالة مختلطة، فوسط جمال وتنظيم مثاليين نصادف مرضا وفسادا وموتا، ولا نتفاجأ إن كان الكتاب المقدس وحده يفسر هذا التناقض. في البدء خلق الله كل شيء كاملا، غير أن الإنسان وهب إرادة حرة وخيارا، ولسوء الحظ اختار أن يتمرد على الرب خالقه. وبعدما حذر الله آدم أدت الخطيئة إلى المعاناة والموت، واللعنة التي وصفت في التكوين طالت كل الخليقة، واليوم نعاني من العواقب الرهيبة. لكنني أحمل خبرا سارا، فقبل بدء الزمن وضع الله مخططا لينقذ البشرية، لأن جزاء الخطيئة موت، نزل الخالق إلى الأرض بهيئة إنسان وعاش حياة بلا خطيئة ومات ليدفع جزاء خطايانا، ثم قام من الموت ليهب الغفران والحياة الأبدية لجميع الذين يؤمنون به. مثلما أشار هذا الفيلم، ففي الخليقة تتجلى حكمة الله وجبروته وعجائبه واهتمامه بمخلوقاته، لكن لابد أيضاً أن نلاحظ خللاً ما في المقابل، كما لو أن ضمائرنا تحتفظ في عمقها بذكر وقت شهد وجود فردوس وقد ضاع. أبدع الله عالماً جميلاً وكاملاً، لكن بسبب خطيئة الإنسان غرق العالم بالألم، فنرى جمالاً ونرى معاناة ونرى قباحة، وهذا التناقض بارز لسبب وحيد وهو أن العالم فاسد. يسهل جداً أن نصادف الله صانع المعجزات بمجرد تنزهنا في أي حي نعيش فيه، في الطيور التي ترفرف في السماء وجمال الأزهار الخلاب وبهاء مغيب الشمس.
غير أن العديد بينكم سيرتبكون مثل حين كنت شاباً أدرس علم الأحياء، فماذا بشأن العيوب الخلقية والأمراض والكوارث والحرائق والفيضانات والمجاعات والأوبئة؟ أين هو الله وسط هذه المصائب؟ هل هو إله العجائب السبب فيها؟ يجيبنا الكتاب المقدس بوضوح: كلا، فإله العجائب هو الذي صنع المعجزات التي نراها بروعة جمالها وتصاميمها، لكن لسوء الحظ عصي الإنسان الله. ما صنعه الله كان استثنائياً، فرغم أننا عصيناه ولم نستحق الحياة أو الوجود حتى، تدخل في التاريخ ليصبح واحداً منا. قال يسوع: لأنه هكذا أحب الله العالم، هكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هل كنت لتبذل ابنك عالماً أنه سيكره ويضطهد ويجلد ويضرب ويستهزأ به ويصلب؟ عرف الله ماذا سيحصل. أفكر غالباً بيسوع، فهو عرف منذ الماضي الأزلي ماذا سنواجه. قد يتساءل بعضكم: كيف عسى إنسان اجتاز دروب إسرائيل المغبرة قبل زمن طويل أن يخلصنا من الموت، وكيف عساه يرفعنا إلى حياة جديدة؟ لكن تذكروا، فالمسيح الذي مات عنا هو مبدع الحياة. يا له من إله مهيب، فقد تدخل في التاريخ ليدفع جزاء خطايانا، ثم منحنا هبة الخلاص المجانية لينجينا مما فعلنا. في الواقع نحن ارتكبنا خيانة عظمى ضد إله الخليقة، ومع ذلك أحبنا كثيرا، حتى أنه جاء إلى العالم ليدفع جزاء خطايانا لكي نمضي الأبدية معه. عجبا، يا له من إله عظيم. يفيدنا الكتاب المقدس أن الخالق العظيم ليس خالق كل الأشياء فحسب، بل هو فادي خطايانا أيضا. جاء يسوع المسيح إلى هذه الأرض وتجسد وعاش حياة كاملة ومات على الصليب وسفك دمه، وبعد 3 أيام قام وهو يحيى اليوم. وكل من يؤمن به ويعترف به ويعترف من نحن وماذا فعلنا ويطلب الغفران ويتوب عن خطاياه يرتبط بعلاقة مع الخالق تدوم حتى الأبدية. هو ذا الخبر السار. ربما أعجب سمات الخليقة كلها هي أن الله لن يتركنا وحدنا، فقد أرسل ابنه يسوع ليصلح الأمور، ونحن نتطلع لمجيئه ثانية عندما من جديد يسكن الذئب مع الخروف، لا يسؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. يا لها من فقرة جميلة من إشعياء. واو، محبة الله القدير هي أعظم العجائب إطلاقاً. بحق خالقنا هو الله صانع المعجزات، وأعظم معجزة هي محبته اللامتناهية. يفيدنا الكتاب أن الله محبة، وقد أظهر محبته تجاهنا عندما نزل من السماء ووهبنا حياته لكي نتصالح معه إلى الأبد. يسوع المسيح هو الخالق، وقد حمل خطايانا على الصليب ثم قام من الموت، والرب يهب الحياة الأبدية اليوم لجميع من يتوبون عن خطاياهم ويؤمنون به شخصيا. وعندما تضعون إيمانكم بيسوع المسيح ترتبطون بعلاقة مع خالق الكون تدوم إلى الأبد. هذه هبته المجانية ورغبته لكم. ولله وحده الذي يصنع معجزات مماثلة المجد والشكر والكرامة إلى الأبد. To him a new tune, sing to him.